أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح أن الإنجازات التي حققتها الشابات الكويتيات في مجالات عدة تعكس الوجه الحضاري للبلاد. وعقب استقباله وتكريمه لكوكبة من الشابات الكويتيات المتميزات وهن الدكتورة نورة المشعان وجنان بن سلامة والدكتورة ديمة لوغيان والكابتن طيار منير أبو عركي، قال الشيخ سلمان لحمود إن دولة الكويت لا تألو جهدا في دعم وتشجيع الشباب لبلوغ أعلى المراتب محليا وإقليميا ودوليا، موضحا أن هذه الإنجازات والنجاحات التي حققتها الشابات الكويتيات والتي تخطت حدود الوطن لتبلغ العالمية جاءت نتيجة لسنوات من البحث والجهد.